but you can call us Autobots. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض مسائل، علشان اللي ما بيعرفش يحل المسائل في العلوم احنا ان شاء الله هنساعدكم النهاردة في حل المسائل. قناتنا قناتكم، نرجو الاشتراك فيها عشان تكبر بيكم وكل الناس تستفيد من الخدمة اللي بنقدمها لكم. نبدأ مع بعض كده المسألة الاولى. المسألة الاولى بسيطة جدا، بتقول يقطع احد المتسابقين بدراجته 300 متر خلال دقيقة. يعني هو مشي 300 متر بالعجلة بتاعته في دقيقة، وبعدين عمل او مشي 420 متر خلال الدقيقة التانية. يعني في الدقيقة التانية قطع 420 متر. المطلوب احسب السرعة المتوسطة. ازاي نحسب السرعة المتوسطة؟ احنا عارفين ان السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. يعني ممكن نقول كده ان السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. واي سرعة وحدتها بتكون بالمتر لكل ثانية. طيب خلاص، بقت حلت المسألة بقت سهلة. احنا هنجمع المسافات ونقسمها على الازمنة. يبقى هتساوي المسافة الكلية كام؟ عندك 300 متر وعندك 420 متر، يعملوا كم متر؟ يبقى المسافة الكلية 720 متر. طيب هقسمهم على كام؟ هقسمهم على اول دقيقة بستين ثانية، وتاني دقيقة بستين ثانية، يعني كلهم كام؟ 120 ثانية. طيب هيدينا كام؟ نشوف. طبعا الناتج هيكون 6 متر على الثانية. يبقى 6 متر لكل ثانية. واتحلت المسألة بالبساطة دي. بالبساطة دي السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. واي سرعة يا ولاد بتكون بالمتر لكل ثانية. انا جمعت المسافة الكلية 300 متر زائد 420 متر وقسمتهم على الدقيقة الاولى والدقيقة التانية اللي هم 120 ثانية، لان انت عارف ان كل واحد دقيقة بتساوي 60 ثانية. المسألة التانية معانا النهاردة بتقول سيارة تبدأ حركتها من السكون ثم تزيد سرعتها لتصل 72 كيلومتر على الساعة خلال 5 ثواني. المطلوب احسب العجلة. طيب عايزك تصحصح معايا. انت علشان تاخد درجة مضمونة في اي مسألة لازم تكتب القانون بتاع المسألة، وانت عارف ان العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية. والكلام ده كله هيبقى مقسوم على الزمن. يبقى السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية مقسوم على ايه؟ على الزمن. طب ما ندور على كل حاجة في المسألة اللي احنا ايه عاوزينهم. يعني احنا عاوزين السرعة النهائية نشوفها موجودة ولا لا. طيب السرعة النهائية بيقول لي كده العربية بدأت من السكون وصلت سرعتها ل 72، يبقى ال 72 دي هي السرعة ايه النهائية، بس هنا بالكيلومتر على الساعة، والزمن بالثواني.
ما ينفعش يبقى عندك الزمن بالثواني وهنا الزمن بالساعة، فهتحول ال 72 كيلومتر على الساعة إلى متر على الثانية. فهبعمل إيه؟ بضرب ال 72 في 5 على 18. بضربها في 5 على 18 ليه؟ عشان أحولها من 72 كيلومتر على الساعة إلى متر على الثانية. يبقى هتبقى 72 مضروبة في 5 على 18، هلاقيها بتساوي 20 متر لكل ثانية. في ناس كتير بيقولوا طب هي الخمسة على 18 دي جت منين؟ تخيل انك انت ضربت ال 72 في 1000 عشان تحول من كيلومتر لمتر، وقسمتهم على 60 في 60 عشان تحول الساعة لثواني، لأن الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. طب لو اختصرت الألف على 3600 هيطلع لك 5 على 18، فاحنا اختصرناها على طول. يبقى 72 في 5 على 18 طلعت 20 متر على الثانية. دي السرعة النهائية. نجيب العجلة بقى، فهنقول السرعة النهائية اللي هي 20 متر ناقص السرعة الابتدائية، بيتحرك من السكون، يعني السرعة الابتدائية بكام؟ بصفر. يبقى هنا هتكون بصفر ناقص صفر مقسومة على الزمن. طيب الزمن كام ثانية يا ولاد؟ 5 ثواني، يبقى مقسومة على 5. الناتج النهائي هيبقى 4 متر لكل ثانية تربيع، لان احنا عارفين ان وحدة العجلة هي متر على الثانية تربيع. وبكده المسألة تكون خلصت. هفكرك بالمسألة تاني. العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية مقسومة على الزمن، ووحدة العجلة متر لكل ثانية تربيع. السرعة النهائية كانت عندك بالكيلومتر على الساعة، بضربها في 5 على 18. لو مش عاوز تضرب في 5 على 18 اضربها في 1000 على 3600، هيطلع لك بالمتر على الثانية. وبما ان السرعة بدأت من السكون، او الحركة بدأت من السكون، يبقى السرعة الابتدائية عين واحد بصفر. يبقى عين اتنين السرعة النهائية 20 ناقص 0 على 5 هتساوي 4 متر على الثانية تربيع. المسألة التالتة بتقول قطع متسابق 50 متر خلال 30 ثانية شمالا، يعني هو مشي كده ناحية الشمال لفوق 50 متر، ثم 100 متر شرقا خلال 60 ثانية، ثم 50 متر جنوبا خلال 10 ثواني، ثم عاد الى نقطة البداية خلال 40 ثانية. المطلوب عاوزين المسافة اللي قطعها الجسم ده، والازاحة، والسرعة المتجهة. طيب انا عندي دلوقتي المسافة، هجمع كل حاجة فيها متر، ادي 50 متر، وتاني مرة مشي 100 متر اهم، يبقوا كده 150 متر، وبعدين مشي 50 تاني يبقى كده 200 متر، وبعدين رجع لنقطة البداية يبقى كده مشي تاني 100 متر. يعني هو اتحرك من الاسفل، من الجنوب للشمال 50 متر، وبعدين اتجه شرقا 100 متر، ثم جنوبا 50 متر، يبقى كده 200، ورجع 100 تاني يبقى كده 300 متر. يبقى هنقول كده المسافة بتساوي 50 الأولى زائد 100 التانية زائد 50 التانية اللي هي نزل بيها جنوبا زائد آخر 100 اللي هو رجع، يبقى بيساوي الكلام ده كله 300 متر. سهلة جدا، مفيهاش أي حاجة. طيب دلوقتي عشان احسب الازاحة، ما هو بيقول لي ان الجسم رجع لنقطة البداية. بما انه رجع لنقطة البداية، يبقى يا جماعة على طول من غير ما نفكر الازاحة بتاعته بتساوي صفر. ليه الازاحة بتساوي صفر؟ لان الجسم هنا رجع لنقطة البداية. طب الازاحة بصفر، السرعة المتجهة المطلوب التالت اجيبها ازاي؟ طب ده السرعة المتجهة بتساوي الازاحة على الزمن الكلي. طب واحد يقول لك ما بالعقل كده، طالما الازاحة بصفر وانا هقسمها على الزمن الكلي يبقى كله بصفر.
يبقى هنا كمان السرعة المتجهة بتساوي أيضا صفر، وبكده المسألة تكون خلصت. سهلة؟ اه سهلة بالبساطة دي. ايوه بالبساطة دي. المسألة الرابعة معانا النهاردة بيقول لي مرآة مكعرة نص قطرها اللي هو نق بيساوي 40 سنتيمتر، احسب بعدها البؤري. طب دي مسألة سهلة جدا، احنا عندنا نص القطر بيساوي 2 عين اللي هو ضعف البعد البؤري. طيب احنا عندنا نص القطر بقى بيساوي 40، يبقى البعد البؤري بكام؟ يبقى هقول كده البعد البؤري بيساوي نق مقسومة على 2 هيساوي كام؟ 20 سنتيمتر. وخلصت؟ ايوه خلصت. سهلة؟ اه سهلة. المسألة رقم 5 بتقول سيارة تتحرك بسرعة 80 متر على الثانية، يعني دي السرعة الابتدائية عين واحد اللي هي ماشية بيها. وعندما ضغط السائق الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل 2 متر على الثانية تربيع. خلي بالك 2 متر على الثانية تربيع دي عجلة بعد مرور 12 ثانية. طيب عاوز ايه؟ عاوز السرعة النهائية عين 2. طيب احنا عندنا عين 2 بتساوي عين 1 زائد جيم مضروبة في الزمن زين، والوحدة متر لكل ثانية. تاني كده يا أستاذ، أقولها لك تاني. السرعة النهائية عين 2 بتساوي السرعة الابتدائية عين 1 زائد العجلة في الزمن والوحدة متر على الثانية. طيب هيساوي الكلام ده معانا ايه؟ عندك عين 1 موجودة، السرعة اللي كانت ماشية بيها 80 متر على الثانية، يبقى هنا هتساوي اول حاجة 80 وبعدين زائد زي ما هي ونفتح قوس. العجلة بقى عندك هنا بيقول لك ايه؟ تناقصت سرعتها، وكمان بيقول لك ضغط السائق الفرامل، يبقى العجلة تناقصية واشارتها سالبة. ما تنساش في المسألة تعوض هنا، بدل الاتنين هتبقى سالب 2، يبقى هنا سالب 2 مضروبة في الزمن اللي هو 12 ثانية، وبعدين نقفل القوس. الكلام ده هيساوي ايه؟ عندك التمانين هتنزل زي ما هي، طيب زائد في ناقص بناقص، واتنين في اتناشر باربعة وعشرين، وفي النهاية هتطلع 56 متر لكل ثانية. طيب الغلطة لو انت غلطتها وما حطيتش العجلة التناقصية بالسالب، هتبقى عندك السرعة الابتدائية 80 زائد 2 في 12 ب 24 هتطلع اكتر من السرعة اللي كان ماشي بيها اساسا. فيبقى هنا ازاي هو ضغط فرامل والسرعة النهائية كانت كبيرة؟ وده الغلطة اللي الناس بتقع فيها. هقولها تاني، ما ننساش نعوض عن العجلة بالسالب في حالة الضغط على الفرامل او ان المعدل بتاع العجلة حصل فيه تناقص واصبحت عجلة تناقصية. وبكده تكون خلصت المسألة. المسألة رقم 6 والاخيرة معانا النهاردة بتقول تحرك احمد من المنزل الى المدرسة بسرعة 2 متر على الثانية، وصل المدرسة بعد 10 دقائق، احسب المسافة بين المنزل والمدرسة. طيب انا عندي المسافة فيه بتساوي عين مضروبة في زين، والوحدة بتاعتها بالمتر. طيب انا عندي دلوقتي هقول بقى فيه بتساوي السرعة كام موجودة؟ 2 متر على الثانية، يبقى 2 خلاص، يبقى السرعة كام؟ 2، هكتب هنا 2 متر.
طيب مضروبة في كام؟ مضروبة في الزمن 10 دقايق، بس انا بقى عندي ال10 دقايق لازم اضربهم كمان في 60 علشان احولها لثواني، وبالتالي كده هتطلع 1200 متر. بس هو طالب منك السرعة بالكيلو، طالب منك السرعة بالايه؟ بالكيلو. يبقى هقسم كده، طالب منك المسافة بالكيلو، يبقى هقسم ال1200 على الايه؟ على ال1000 علشان احولها بالكيلو متر، هتطلع معايا 1.2 كيلو متر. وبكده تكون اتحلت المسألة. هقولها تاني، هو كان بيتحرك بسرعة 2 متر لكل ثانية في المسألة، وصل المدرسة بعد 10 دقايق. المسافة بتساوي عين في زين، يعني السرعة في الزمن. السرعة كانت 2 متر بس ايه؟ على الثانية، فلازم احول الزمن اللي بالدقايق الى ثواني، فاضرب ال10 دقايق في 60، طلعت المسافة عندي 1200 متر. بقسم ال1200 متر على ال1000 عشان احولها بالكيلومتر، تطلع 1.2 كيلومتر. وبكده حبايبي نكون وصلنا الى نهاية حصتنا النهاردة. جبنا لكم كل المسائل اللي ممكن تيجي شبهها في الامتحان. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من حصتنا، واهم حاجة ما ننساش نشترك في القناة علشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بنعملها. الفيديو اللي يعجبك حط عليه لايك، تعليقاتنا تكون ايجابية علشان هذه القناة معمولة اساسا لخدمتكم انتم. كان معكم معلم خبير محمد علي من قناة نفهم دروس مجانية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.